خلود، شنو اللي حببك بالطبخ؟ من اي عمر انت بديتي بيه؟ والله من اني صغيره احب موضوع المطبخ كلش، يعني هسه يعني حتى تركت اختصاصي ورحت مطبخ. شوفوا المي هالقد. شنو اختصاصك كان؟ تركت القانون ورحت على المطبخ. الله عليك. يعني هسه اللي يشاهدونا اللي عندها شغف بالمطبخ وتحب المطبخ، شو تقولي لها؟ يعني ممكن تقدر توصل الحلم مثل ما انت وصلتي؟ اكيد يسر. انا بديت من بلكونه بيتي، يعني بلكونه سويتها مطبخ وسويتها مشروع ربحي، واستغليت السوشيال ميديا، بس استغليتها ابشع استغلال صراحه. هذه قصه نجاح، عرفت شلون لازم الناس كلها تعرفها. بعدها بديت الدرج، اشتغلت مطاعم، وراها لا قلت صار عندي فد يعني فد هاجس انه انا لازم اكمل دراسه. من اي عمر اكتشفتي انه انت تحبين الطبخ؟ 10 سنين. 10 سنين؟ اي كنت افرغ الكاونتر مالت البيت واوقف. اعزائي المشاهدين زين خلوني سؤال، اذا واحد حاب يدخل بمجال الطبخ لنفرض هو ما عنده موهبه، حاب يدخل بهذا المجال، يدخل دورات يتعلم. بدايته يتعلم شنو؟ يدخل دورات يتعلم. اول شيء لازم يتعلم شنو موضوع السلامة الغذائية. اهم شيء، اهم من الطبخ انه انا اعرف شلون اتعامل ويا المادة مالتي، اعرف شلون احفظها، تفاعل المواد. لانه انا باكر عقب ما راح اشتغل انا دا اوكل ناس، اكو ارواح ناس بيدي. انا شغلي متصل طبيا، يعني الموضوع ما يقتصر فقط على النظافة. لا مو بس النظافة، انا شلون اتعامل ويا حفظ المواد. اها عرفت شلون؟ طيب فالسلامة الغذائية مهمة. زين. حتى الواحد تقطيعه كلها الوان يعني خاصة بها، انه ما يصير نقطع الدجاج على لوح اللي بيه لحم او على اللوح مات السمك او مات الخضرة، كل شيء له لونه خاص. والالوان ايضا لها علاقة بموضوع الطبخ. اكيد طبعا الالوان، اساعدك البوردات الاخضر للخضر. لا اقصد الوان الطعام، مثلا الفلفل الاحمر، الاخضر، الاصفر. يعني هو كل شيء له قيمة غذائية يختلف عن الثاني، عرفت شلون؟ كشكل، كمظهر خارجي. هو كمظهر تحكي كبرزنتيشن الطبق نهائي الشيء، يعني نقدر ندخله باطباق هواي هماتين. حلو يصير الموضوع. حلو. كل مطبخ وكل طبق له اصوله ولا طريقه الشغل مالته. تبقى اذواق. هو بالتزامن. وصلتي مرحله الابتكار لو بعد؟ يعني اكيد طبعا، انا عندي طبق ماخذ ميداليه ذهبيه على 230 دوله. ما شاء الله. قوز السلاطين، دخلت بين المطبخ الانجليزي والمطبخ العراقي العباسي القديم. حلو. اي حلو. يصير حلو. ننتظر هذا الطبق بالايام الجايه. ان شاء الله.